مع بداية كل سنة مالية جديدة، وتحديداً في شهر يوليو من كل سنة، الموظفين وأصحاب المعاشات بيستنوا العلاوة الجديدة اللي هتزود مرتباتهم. وعلشان كده الكل بيسأل، هل في زيادة جديدة في المرتبات فعلاً ولا سبق والحكومة صرفتها خلاص؟ أنا مريم مجدي، وده اللي هنعرفه في الفيديو ده. السنة المالية الجديدة في مصر هتبدأ من 1 يوليو 2023 لغاية 30 يونيو 2024، وحسب القانون في علاوة دورية بتتصرف للموظفين مع بداية كل سنة مالية جديدة علشان تساعدهم على المعيشة، بس المرة دي الوضع مختلف. طب ازاي؟ حسب موقع المصري اليوم، رئيس الجمهورية سبق وأقر الزيادة دي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين اللي أعلن عنها قبل كده، بهدف تحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة شهر إبريل 2023 اللي فات، وساعتها تم رفع بقيمة 1000 جنيه شهريا. وهي دي بقى يا سيدي الزيادة اللي الناس بتتكلم عنها اليومين دول، ومش واخدين بالهم ان الحكومة قدمت ميعاد صرفها علشان تخفف اثر الاصلاحات المالية والازمات الاقتصادية على المواطنين. ودلوقتي الحد الادنى للاجور بقى كالتالي: الدرجة العليا 8500 جنيه، ودرجة المدير العام 7000 جنيه، والدرجة الاولى 6500 جنيه، والدرجة الثانية 5500 جنيه، والدرجة الثالثة 5000 جنيه، والدرجة الرابعة 4500 جنيه، والدرجة الخامسة 4000 جنيه، وكمان الدرجة السادسة بقت 3500 جنيه، وحاملي الماجستير 6000 جنيه، حاملي الدكتوراه 7000 جنيه. أما بقى لو بتسأل عن مصير المعاشات في السنة المالية الجديدة، فما تنساش إن الحكومة زودت المعاشات 15% برضو بداية من معاشات شهر إبريل، ودي برضو كانت الزيادة اللي المفروض تحصل في يوليو اللي جاي، بس الحكومة قدمت صرفها، وده حسب المصري اليوم. وساعتها طلعت وزارة المالية ببيان نشره اليوم السابع، أعلنت فيه عن تطبيق 3 زيادات بداية من 1 ابريل اللي فات، وهما كالتالي: احتساب العلاوه الدوريه للموظفين المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه بنسبه 8% من الاجر الوظيفي وبحد ادنى 125 جنيه شهريا ومن دون حد اقصى. تاني حاجه هو احتساب العلاوه الخاصه للعاملين بالدوله من غير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه بنسبه 15% من الاجر الاساسي او ما يعادله من المكافاه الشامله وبحد ادنى 125 جنيه شهريا ومن دون حد اقصى برضه. تالت حاجه هي زياده الحافز الاضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة، وبقيمة 300 جنيه للدرجة المالية الرابعة واللي أقل منها، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجة المالية من مدير عام أو أعلى. وفي نفس الوقت اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وضح المسألة في تصريحات تلفزيونية سابقة، قال إنه كان المفروض صرف زيادة المعاشات في شهر يوليو، ولكن الرئيس السيسي أمر بتبكير صرف الزيادة إلى شهر إبريل بنسبة 15%، علشان كده قال في كلامه: احنا سابقين توقعات المواطن، نقلا عن المصري اليوم. ودلوقتي بقى قول لنا مرتبك وصل لكام بعد الزيادات الاخيره.